بعد الميلان يضغط ولكن غير فعال. وليفورنو لازال متمسك. هذه عرضيه ممكن لميلان. دوما يسجل الهدف رقم 14 لبالوتيلي. لم يفرح بالوتيلي، لم يعبر عن فرحته بهذه الأسبقية، لأن بالوتيلي يدرك جيدا لموسم 2006-2007 ذلك الموسم قاد ليفورنو في البداية روبرتو دونادوني وأكمل المشوار معهم المدرب كارلو ماتسيني. يدعم التفوق في كرة ثانية يعني ميلان يتقدم 2-0 على حساب ليفورنو. يصعب المهمة أكثر على الأمارانتو. 2-0 وابتسامة البانتيرا النمر الهولندي سيدور شوبر عادة الوانتو ارتباك ولكن يستغل أحسن استغلال. تربت ميلان 2 ليفورنو لشيء أمامنا لإعادة مرة أخرى. يخطي كريكو في معنى الكرة، ينطلق تارابت لينجح في الوصول لشباك الحارس فرانشيسكو باردي. كان مخيب ميلان يعطي فرصة لسيدور في تشامبيونز ليغ اليوفي وخسر منها الذهنيين في مكان عن طريق باتسيني. باتسيني يسجل، ضيع باتسيني صحيح في مرة أولى ولكن في مرة ثانية جان باولو باتسيني يهرب الشباك ويسجل ثاني هدف هذا الموسم والثلاثية لميلان في شباك ليفورنو. باتسيني بالونيتو يعني لوبكن صغير وضع الكرة كما ينبغي، استغل خروج حارس المرمى فرانشيسكو باردي. الميلان ثلاثة ليفورنو لا شيء. الهدف الثالث قلت هو مشروع مؤجل. جاءت اللحظة اللي يعلن من خلالها الميلان عن ثلاثية. هذه المرة بإبداع باتسيني. هل هذه الثلاثية ستشفع لسيدورفا؟ سيدورفا أعطوه فرصة تشامبيونز ليج وكذلك مباراة اليوفي خسر لقاء في مدريد وغادر السباق وخسر لقاء اليوفي 2-0 في السانسيرو. ظل سيدورفا ولكن بعد تحسن النتائج والفريق أصبح يسلك سكة الانتصارات الميلان.